السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنا في جروب رؤية المعلوميات، احمد قطر بيقول: يا جماعة، علشان ننهي الجدل، هل ارباح الفيديوهات القصيرة اللي بتنزل دي ارباح نهائية ولا في ارباح تاني اخر الشهر؟ هو بيتساءل، حقه يتساءل، مفيش مشكلة، لكن أتمنى اللي يجاوب عن علم، ما يفتيش بغير علم. الحاجة اللي نعرف فيها نتكلم فيها، اللي ما نعرفش ما نتكلمش. عشان كده أنا دخلت علقت وقلت آخر الشهر طبعا، وده كلام اليوتيوب. طب وأرباح دلوقتي؟ دي للمشاهدات من صفحات القناة، يعني اللي بيدخل عندك القناة يتفرج على فيديو شورتز، دي صفحات قناة. اللي يدخل عندك المنتدى وانت ناشر فيديو شورتز على المنتدى، دي صفحات القناة. اللي يدخل الفيس، يعني المهم يتفرج على الفيديو بتاعك الشورتز من خارج منصة الشورتز، بياخد ارباح، ودي بتبقى مشاهدات قليلة، عشان كده الارباح قليلة. فأميرة علقت وقالت: وهتتحسب ازاي اخر الشهر؟ طبعا اليوتيوب مش هيغلب في الحساب، هو بالنسبة لهم سهل، بيشوفوا الارباح الكلية بتاعت منصة الشورتز. وبتيجي منين الارباح دي؟ على منصة الشورتز وانتوا بتتفرجوا فيديو ورا فيديو ورا فيديو، في بيجي اعلان في النص، فيديو كده بيبقى اعلان كامل، مش على الفيديوهات بتاعت القنوات، لا، اعلان مستقل كده كامل بين كل كام فيديو بنشوفهم. طلعت مثلا مليار دولار مثلا يعني، فهتتقسم على جميع قنوات الشورتز اللي مفعلة الربح طبعا بحسب نسب المشاهدة. طب نقول رقم صغير للتسهيل، هنقول ان ارباح منصة الشورتز عملت 100 دولار ككل. الكل اليوتيوب هياخد 55 دولار، اللي هي نسبة 55%، والقنوات هتاخد 45%. ولو حطيت صوت موسيقى من عند اليوتيوب، الفنانين اصحاب الموسيقى هيقسموكوا في الربح، فبلاش تحطوا موسيقى من عند اليوتيوب، دي نصيحة. طب نحط موسيقى من بره؟ لا، اكبر غلط، ممكن يبقى عليها حقوق، يجيلكوا انذارات، او يبقى فيديو غير مؤهل، او يبقى محتوى معد استخدامه. يعني انت لو حققت مثلا 5% من نسب المشاهدة، 1%، 10%، هتاخد على قد النسبة بتاعتك، واللي محقق مشاهدات اكتر هياخد نسبة اكتر. احمد قطر بقى اللي هو عامل المنشور يرد عشان يضايقني ويقول لي: ما اعتقدش ان الربح بتاع دلوقتي من صفحات القناة، عشان قبل الاعلانات كنت مفعل ربح، وصفحات القناة على المليون كانت بتجيب سنت واحد. رديت عليه وقلت له: عندي فيديو شورتز قديم 7000 مشاهدة عامل 4 سنت طبعا من صفحات المشاهدة، ودلوقتي لما نشوف ارباح الشورتز من منصة الشورتز بتبقى غير متوفرة. نطبق الكلام ده عملي، ادي الفيديو اللي انا بتكلم عليه، ماشي، ده فيديو شورتز قديم، هنا قصادنا ارباحه منذ نشر الفيديو، هنلاقي ان الارباح حققت 4 سنت، والارباح قليلة طبعا عشان جاية من مشاهدات صفحات القناة مش من منصة الشورتز. طب لو جبنا ارباح الفيديو ده في شهر 2 بس، هنلاقيه محقق 4 من 1000 دولار، يعني رقم صغير جدا، عشان نقرب يعني، بلاش نقول دولار، نقول جنيه، كأنه 4 مليم مثلا، والسنت 4 سنت مثلا، اللي هما ارباح منذ نشر الفيديو، كأنهم 4 قروش للتقريب، بس عشان نقرب. نرجع تاني لأرباح الفيديو منذ تاريخ نشره، والتاريخ قصادنا اهو، 12 بتاريخ 8/10/2021. نيجي في الأرباح المقدرة اللي هي 4 سنت، ندوس على المثلث اللي فيه علامة تعجب: واضحة وجلية وصريحة، ستتم معالجة وعرض أي أرباح من إعلانات خلاصة شورتز عند توفرها. سمعته؟ شفته؟ عند توفرها، يعني مش متوفرة دلوقتي. نرجع بقى لإحصائيات القناة ككل، وندوس على الأرباح، وبعدين ندوس على شورتز، هنا أداء المحتوى آخر 28 يوم. دلوقتي بالأرقام اللي قصادنا دي فهمنا ان 40,000 مشاهدة عاملين 6 سنت، 40,000 مشاهدة من الشورتز عاملين 6 سنت. امال لو قلنا بقى
المليون مشاهدة يعملوا قد ايه؟ يبقى هنضرب المليون واحد قصاده 6 صفار، هنضربهم في 6 سنت ونقسم على 40,000، هيساوي 1.5 دولار. يبقى لو انا عملت مليون مشاهدة من الشورتز، بس منين بقى يا حلوين؟ من صفحات القناة مش من المنصة، لان المنصة في اخر الشهر هيقولولنا وهيوزعوا النسبة ما بيننا. يبقى دي من صفحات القناة، وهنحط كده على المثلث اللي عليه علامة تعجب: ستتم معالجة وعرض اي ارباح من اعلانات خلاصة شورتز عند توفرها. ندوس على مزيد من المعلومات، وحسب لكم الرابط ده اسفل الفيديو في صندوق الوصف. هنا بيقولولنا اعتبارا من 1 فبراير 2023 هيحصل ايه بقى؟ هتتجمع الارباح الناتجة من اعلانات خلاصة شورتز في كل شهر. يتم تجميع الارباح الناتجة من الاعلانات التي تعرض بين الفيديوهات في خلاصة شورتز، لاستخدام تلك الارباح في مكافأة صناع المحتوى والمساعدة في تغطية تكاليف ترخيص المحتوى الموسيقي. النقطة التانية الخلاصة بتاعتها انهم بيقولولنا الارباح هتتوزع ازاي لو استخدمنا موسيقى. احنا عارفين الارباح دي اليوتيوب هياخد 55%، وكل القنوات المفعلة الربح على شورتز هياخدوا 45%. طبعا القنوات دي توافق على البنود والاحكام الجديدة، عشان تبقوا عارفين، اللي ما يعرفش دي عرف اهو، لازم يوافق. حملنا فيديو قصير مفهوش اي محتوى موسيقي، يبقى بعد ما يحسبوا نسبة المشاهدات وكده، صاحب المحتوى ده هياخد الربح كامل من نصيبه من 45% اللي هتتوزع الكل حسب نسبة المشاهدة. حطوا موسيقى، الفنان او صاحب الحق الموسيقي هيتقسم مع الربح. حط قطعتين موسيقى، يبقى كل فنان ياخد تلت وصاحب المحتوى ياخد تلت. فانصح محدش يحط حاجة، وبرضو بكرر كلامي ما نحطش اي موسيقى من خارج منصة اليوتيوب. اللي عايز بقى يكمل القراية، الرابط اسفل الفيديو في صندوق الوصف. وفي النهاية شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.